السلام عليكم. اليوم نروح لولاية سوكهراس ونتكلموا على مجلس القضاء الجديد اللي راه قيد الانشاء واللي راه يعني الاشغال تقرب للنهايه، ما زالت المرحله تاع التجهيز والفينيسيون برك. وهذا يعني مجلس القضاء هذا الجديد بولايه سوكهراس يعتبر هو يعني لبنه جديده في بناء الصرح القضائي الجزائري، واللي والله بحق لو كان تكون فيه يعني كلام على هذه المجالس القضائية على الجزائر في الجزائر، وتنشر عبر صفحات السوشيال ميديا عبر العالم، والله ضجة تخلق ضجة كبيرة. لأننا في الجزائر من ناحية التجهيزات يعني والجهد اللي راه مبذول لتطوير المنظومة القضائية في الجزائر شي رهيب، والله شي رهيب. ما كاش دول كثيره في العالم اللي عندها هذه المشاريع نتاع المجالس القضائيه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نطلبوا ونتمنى ويكون العنصر الانساني، لان مهما كان الاستثمار في ميدان الهياكل، مهما كان الاستثمار في ميدان يعني الغاز والبترول والزراعه، يبقى العنصر الاساسي، العنصر الاساسي هو الانسان، هو الاستثمار في الانسان. الانسان هو كل شيء، هو الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان، في تربية الإنسان، في تعليم الإنسان. يعني الاستثمار في الإنسان لا يكتفي على يعني التربية يعني التعليم وال يعني تسجيله في المدارس والمعاهد والجامعات، لكن كذلك الاستثمار من الناحية التربية. الإنسان لابد أن يكون مربي وعلى المبادئ الإلهية، المبادئ الدينية والمبادئ يعني الإنسانية، يعني الجانب الإنساني. لازم الإنسان تكون عنده هذيك الروح نتاع المبادئ والتربية. هذا هو عند في ما يعني تصورنا، هذا هو الاستثمار الحقيقي، يعني التربية وتعليم، هذا الجزئين هذو. إذا هذا هو إن شاء الله نستناو احنا تكون فيها، ونتمناو يكون فيها الاستثمار في يعني التكوين القضاة والمتقاضين والمحاماة وكل هذا يعني العنصر الإنساني في القضية تاع تطوير المنظومة القضائية. لازم العنصر الإنساني يكون فيها، يكون على مستوى الهياكل هذه اللي راهي تبنى عبر كل ولايات الوطن، وإن شاء الله يكون فيها خير. ونعاود نشوف الصور هذه تاع المجلس القضاء الجديد هذا بسوكهراس. والسلام عليكم.